شفنا الوضعيه زادة، ولكن هذا لا يمنع انه احنا التوانسه كيما بديت اول العرض ونأكد وقول انه ماناش باش نتفرقوا، واحنا التوانسه نتشابهوا في كل شيء، مش حقا نتشابهوا حتى في العروسات. هاي سيدي باش نعمل تيست، انا باش نقول انتم تجاوبوني، ما ثماش عرس في تونس ما فيش كسكسي، صحيح ولا لا؟ ما ثماش عرس في تونس ما فيش سلطه مشويه، صحيح ولا لا؟ ما ثماش عرس في تونس ما فيش عركه، صحيح ولا لا؟ ما ثماش عرس في تونس ما فيش واحده منبوزه، صحيح ولا لا؟ ما ثماش عرس في تونس ما يفوش بالكيفيه هذه. ليلى والفرح كان كل من عندنا حقنا هنا في اللحظات هذه، في اللحظات هذه، في اللحظات هذه، في اللحظات هذه تقوم واحدة مرة كبيرة تمشي للفنان تقول له زيدنا غناية، يقولها يا حاج الله يبارك الله يبارك، اما في قلبه يسب فيها بالمقلوب، يعاود يغني ويعاود يعلل، ليلى ليلى الله والفرح دانا، قولوا مين عادنا يا وجانا هلا. في اللحظات هذه الفرقة تبدأ تلم في شلاقاتها وملاقاتها، وباز باز تلقى واحد البرة بالعو ياكل في تريحة، يحب يفسد السهرية العائلية في وسط العيلة، باز العيلة تلم في رواحها في الكوجينة، يسخنوا في حاجة بيتها ياكلوا فيها بالسرقة، ويبدأ التقطيع والتريش عامل مسد، وتمشي وحدة تجبد الدرب وكمل حيط، وتولي السهرية عائلية، الأم 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 الحب والإكرام، واش بينا واش بينا واش بينا هو ولا لا؟ لحظة مازال مازال عمرك ما تلقى تونسي أصيل يهبط يشطح ديريكت، استحلي باش نعطيك معلومة، عمرك ما تلقى تونسي أصيل تلقى في عرسه ويشطح ديريكت، هذاك مش تونسي أصيل. هذا التونسي الأصيل كيفاش يشطح الساعة في العرس؟ نبدا وسط مجموعة نهبط واحد خفيف يشطح ونوصوه يهبطنا ونقولوا له رانا باش نقولوا لك لا تشد صحيح وتهبطنا. وتوا قبل ما نوريكم الرقصه باش نوريكم انواع الرقصات اللي تلقاها في العروسات من بزاف التطاويل. اولا رقصه السويغلاس، هذه اختصاص نساء كبار اعمارهم من 70 حتى شكل البلجي، عارف العباره هذيك فهمت؟ اللي يدير لفوق، لحظه 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 تبدا تصغر خويا في قلبها، اللي يضربها الحين تعاود ترجع خويا